هذه الهمجية التي صاحبت اعتداء على هاتين الأختين، أقولها بكل صراحة، هؤلاء الذين اعتدوا على هاتين البنتين أو الذين يتبنوا ثقافة البيزوطاج في المعاهد والمدارس العليا، هذه همجية، قيد أعمى للغير، وكأننا نحن ليست لنا ثقافتنا وجئنا من السماء، ليس لنا تاريخ في المغرب يمتد لآلاف السنين. المغرب يعد من الدول العتيقة جدا، و يعني هناك أشياء أحيانا لا نفهمها، لا غير مفهومة، لكن البعض يفعلها لأن الثقافة شيء وتعلم الحساب شيء آخر. والطالب على العموم الذي ليس له أخلاق وتربية، التربية تكون في البيت، لا ينتفع بشيء من العلم. يعني التربية، الإنسان قصي تربى عادي يقرأ، شوفها سميتها وزارة التربية الوطنية، ما سميتهاش وزارة العلم ولا التعليم، وزارة التربية الوطنية. وهذوك الأساتذة اللي تيخليوهم يديروا داك الشيء كثر منهم، يجب العقلاء ينصحوا السفهاء ولا يجرونهم في ضلالهم.